أجواء عيد الميلاد اختفت، وبقيت رسائل التضامن والشعارات والمطالبات بوقف العدوان ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة حاضرة في كل الفعاليات وفي كل الكلمات، وحتى في رسائل الأطفال هنا لإيصال رسالة بضرورة وقف حرب في الإبادة الشعبية ضد شعبنا. رئيس بلدية بيت لحم أكد في حديثه لنا أن بيت لحم دائما ترفع شعار المحبة والسلام، وما زالت ترفعه في كل اللحظات، وتم وضع مجسم للطفل بين الأنقاض لإيصال رسالة للعالم بالأطفال، أطفال غزة الذين ما زالوا يقبعون خلف تحت القضبان، عفوا تحت الأنقاض، ولا يتمكن أحد من الوصول لهم. الآلاف من الأطفال ارتقوا في قطاع غزة وبقي آخرون تحت الأنقاض، كلها رسائل سلام ومطالبات بوقف العدوان المتواصل على شعبنا في قطاع غزة في ظل غياب كامل لكافة الفعاليات وكافة مظاهر الفرح وتحويلها إلى صلوات ودعوات وإضاءة شموع تضامنا مع شعبنا في قطاع غزة ورفضا للعدوان المتواصل بحق الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم. هذه الساحة التي نقف فيها دائما وفي هذه الأيام كانت تعج بال الآلاف من المواطنين والآلاف من السائحين أو المسيحيين من مختلف العالم، لكن تبدو فارغة وفقط تقتصر على أهالي المدينة. البعض منهم حضر هذا اليوم وبعض الشخصيات الرسمية لإيصال الصوت للعالم. هذا نتيجة الإغلاقات على المدينة وخنق المدينة منذ 7 أكتوبر محمد، صحيح؟ نعم، هنا أيضا كما نتحدث أيضا في نقطة مهمة، هنا أيضا العدد قليل ولكن أيضا هناك إغلاقات كبيرة. سنتحدث يعني عن الوصول إلى بيت لحم، يعني المحافظة بيت لحم تبعد عن الخليل ما يقارب ربع إلى ثلث ساعة، ودائما ما يحضر أعداد كبيرة سواء على المستوى الشعبي أو الشخصي من محافظة الخليل. اليوم غاب هؤلاء لأن مداخل محافظة الخليل مغلقة ومداخل بيت لحم مغلقة. يوم أمس كنا هنا في تغطية فعالية الميلاد تحت الأنقاض، وكنا محظوظين بأن يوم السبت يختفي بعض الجنود عن بعض الحواجز وتمكننا من الدخول من الحاجز الرئيسي لمحافظة بيت لحم، لكن عودة تفاجأنا بأن الحاجز مغلق، وتحدثنا إلى بعض الناس في المنطقة قالوا بأن بإغلاق المدخل عند الساعة 7 مساء يوميا، مما اضطررنا للعودة والبحث عن طريق ترابية والكثير من الطرق الوعرة للخروج إلى الشارع الرئيسي باتجاه المحافظة. تحدث أنت في نقطة الإغلاقات، الإغلاقات بشكل كبير أثرت على معظم الأشياء ومعظم الفعاليات وقفات، لأن الاحتلال، لأن المواطن يقول لك عندما سأتحم علي أن أمر بالعديد من المستوطنات والعديد من الحواجز، وهذا يشكل خطر وخطر كبير على حياة الفلسطينيين، ولأن جنود الاحتلال يتفننون في ارتكاب المجازر، يعلمون بأن هناك مظاهر مساندة ودعوات لوقفات في محافظة بيت لحم، يقومون بتشديد الإجراءات على الحواجز، يمنعون المواطنين من ويقومون بإرهابهم بمختلف الوسائل. طيب محمد، ألا يوجد مستوطنين في المنطقة التي تتواجد بها الآن بيت لحم؟ وألا يوجد اعتداءات على المواطنين الذين يذهبون إلى هذه المنطقة الآن؟ بيت لحم يوجد العديد من المستوطنات التي تحيط بها، أبرزها مستوطنة عطسيون، المستوطنة القريبة والمعروفة، وأيضا مستوطنة، لكن كنيسة المهد تقع في منتصف المدينة، تبعد كثيرا عن نقاط التماس وتبعد عن محيط المستوطنات، تتواجد في البلدة القديمة. يعني اعتداءات المستوطنين لا تتوقف بلا شك في كل لحظة، وربما نتحدث عن يعني أبرز الاعتداءات هو إلغاء أعياد الميلاد تضامنا، ولكن هذا يشكل حالة حزينة لهذه المدينة التي تنتظر هذه الأيام بفارغ الصبر. دائما مع حلول أعياد الميلاد تتحول مدينة بيت لحم إلى مدينة الفرح والسعادة والسلام، لكن اليوم أهاليها أطلقوا عليها مدينة الحزن. لاحظنا يوم أمس مع ساعات المساء غالبية أصحاب المحلات قاموا بإغلاقها بشكل كبير، ونلاحظ هذا اليوم أن بعض المحلات ما زالت حتى هذه اللحظة مغلقة. الجميع هنا يعيش في حالة حزن، مجبر ربما على الحضور وعلى إيصال رسالته نوعا ما، لكن الحزن حزن كبير يسيطر على هذه المدينة، ونلاحظ هذه
الشارع، تختفي الإضاءة، تختلف مظاهر الفرح، محلات السنتوارية التي تنتظر هذه الأيام بفارغ الصبر مغلقة، حتى يعني أهالي المدينة يظهر عليهم حالة الحزن الكبير، لأننا شعب واحد لا نفرق بين الضفة ولا غزة، كلنا نحمل نفس الهم. هنا ارتقى العشرات من الشهداء، هنا كنيسة المهد كانت حاضرة في حصار كنيسة المهد في الانتفاضة الأقصى، هنا ارتقى عشرات الشهداء وفي محيط المدينة وان خلال معركة طوفان القدس ارتقى العشرات من الشهداء سواء عبر الحواجز او جراء الاعتداءات او المواجهات او الاقتحامات. يعني هذه الساحة كانت على خروج العشرات من الشهداء، واليوم ايضا هي حزينة. بيت لحم بشكل كبير اللي هنا يفودون الفرح، يطالبون بوقف العدوان ووقف شلال الدم النازف بحق ابناء الشعب الفلسطيني في كل اماكن تواجده. محمد العدم، كنت معنا من بيت لحم، شكرا جزيلا لك. أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تل أبيب ستواصل حربها على قطاع غزة حتى تحقيق أهدافها. وقال مكتب نتنياهو في بيان إن رئيس الحكومة عبر خلال الاتصال عن تقديره لموقف الولايات المتحدة بمجلس الأمن، في إشارة على ما يبدو إلى مناقشات المجلس بشأن حرب غزة، حيث حالت واشنطن خلال الأسابيع الماضية دون صدور أي قرار ينص على وقف إطلاق النار. من جهته قال بايدن للصحفيين في واشنطن إنه أجرى اتصالا مطولا مع نتنياهو ولم يطلب منه وقف إطلاق النار في غزة. وفي سياق متصل، لوح وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إتمار بن خفير بإمكانية انسحابه من الحكومة إذا لم يحسم الاحتلال الحرب في غزة. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مقتل 8 ضباط وجنود من قواته في المعارك الدائرة شمال وجنوب قطاع غزة، لترتفع حصيلة القتلى المعلن عنها خلال 24 ساعة إلى 14. ووفقا لذلك ارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المعلن إلى 485 منذ بدء عدوانه في 7 من تشرين الأول الماضي على القطاع المحاصر، بينهم 158 قتلوا منذ بدء العملية البرية في القطاع، ووفق بيانات جيش الاحتلال كما جرى. قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس إن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مع قوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة في محور مشترك بين جباليا البلد والمعسكر شمال قطاع غزة. وأضافت الكتائب عبر منصة تيليجرام أن مقاتليها تصدوا لقوة صهيونية معززة بالآليات العسكرية بقذائف الياسين 105 وقذائف التي بي جي، مؤكدة أنهم أوقعوا عددا منهم بين قتيل وجريح. وفي ذات السياق قالت وسائل إعلام فلسطينية إن اشتباكات ضارية دارت بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا البلد شمال قطاع غزة، ومنذ أكثر من شهر تحاول قوات الاحتلال التوغل إلى جباليا وسط قصف جوي ومدفعي لا يتوقف، لكنها تواجه بمقاومة عنيفة من فصائل المقاومة الفلسطينية. وصلنا لختام هذا الموجز، لمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا دائما موقع رؤيا الإخباري رؤيا news.tv وتطبيق رؤيا الإخباري المتاح على جوجل بلاي وآب ستور وهواوي آب جاليري، ويمكنكم الاستماع للأخبار يوميا على بودكاست الأخبار من رؤيا ويفز عبر جميع المنصات السمعية. في أمان الله.